سمعت عن أزمة الأدوية من زمان، مش من دلوقتي كمان، يعني حتى من أيام ما بدأ مشكلة الدولار وبتاع. هي المشكلة في الأساس مشكلة الدولار يعني، وطبعا بعض شركات الأدوية، لأنه أنت عارف إن الدولة عندنا يعني إيدها يعني مغلولة، أو تحس إن إحنا مش في دولة بمعنى صح. وشركات الأدوية دي عبارة عن، طبعا فيها شركات كويسة وفي مافيا، هم بيستغلوا بقى الأزمة ويقول لك لا ده الدولار، في أزمة في الدولار وبتاع، فرفعوا الأسعار. مش بس يعني أدوية السرطان بس، يعني في كذا دواء أنا كنت أجيبه مثلا ما كنتش بلاقيه متوفر على طول، وجت فترة ورا فترة يعني، جت تدريج يعني، كل فترة لازم في حاجة بتنقص في يعني والحاجة اللي بتبقى محتاجينها قوي هي اللي بنلاقي فيها نقص كبير. انا ليا تجربه طبعا مع مرض السرطان، لانه انا والدتي توفيت مع مرض السرطان، وللاسف ما يعني ده المرض ابتدى في الغده الدرقيه، وشلنا الغده واستأصلناها، والدكاتره ما قالولناش ان ده ورم سرطاني. بعد كده جه في الرحم فاستأصلنا الرحم وشلناه، ما كناش نعرف انه ورم سرطاني، لحد ما في الاخر خالص اكتشفنا انه ورم في النخاع الشوكي وشلناه. بعد ما شلناه بقى كان اكتشفنا انه سرطان، وكانت المساله طبعا يعني خدت 3 4 شهور وتوفت الله يرحمها. أعتقد أن معظم الأدوية دي مستوردة، وموضوع الدولار والسعر والحاجات دي كلها سبب أن ما بقى سهل أن الناس تستوردها زي الأول يعني، أو بقت غالية حتى على المستوردين هم يعرفوا يجيبوها. ما كانش وقتها في نقص يعني، كانش في مشكلة. هي كان المشكلة دايما كانت بتبقى لو في حد بيتعالج تبع التأمين الصحي مثلا، فلازم تاخد دور، اما لو انت بتتعالج على حسابك فانت بتدفع مبالغ مهوله جدا يعني. بص يا استاذي، بلدك عباره عن سوق سودا كبيره، كل حاجه فيها سوق سودا، الدولار فيه سوق سودا، والادويه فيها سوق سودا، والاغذيه فيها سوق سودا، والسكر فيه سوق سودا. السكر اول مره اشوف بلدي ما فيهاش سكر، يعني عشان عايز تروح الجمعيه يقول لك لا خد 2 كيلو بس، يعني ده فين ده؟ هي تبقى مشكله طبعا. اعتقد ان كانت الطريقه اللي انا كنت هحاول احل بيها مشكلتي انا اخلي حد جاي من بره يجيب دواء، بس دي مش هتبقى حل لمشكلتي انا بس. اكيد ان احنا نخلي مصانع الادويه هي اللي تقدر تنتج الحاجات دي، يعني ما اعتمدش على ان انا استورد اتليست حتى الماده الخام من بره، اعتمد على المصانع اللي هنا. لا متهيألي، لا الادويه هتدخل فيها سوق سودا، ده يبقى الانسان خلاص مش لازم يعيش. لو الادويه والعلاج دخل في السوق السوداء يبقى خلاص، يبقى الدكاتره نفسهم ما عندهمش ضمير. قالوا بتقول له في شعب مصر مش اخطر بس.